ترددت كثيراً قبل أن أقف بينكم اليوم، فأنا إعلامية تعودت الكلام في منابر الإعلام والاجتماع، أما السياسة فلها أربابها. قيل إن 14 آذار تريد أن تسمع صوت المجتمع المدني هذه المرة على قاعدة الشعب يريد، ففكرت بترداد صدى تلك المطالب. اللائحة تطول بين شعارات يتفق عليها الموجودون في هذه القاعة ويختلف معها آخرون خارجها، والآخرون لبنانيون أيضاً وهم أيضاً يريدون. لذلك سمحت لنفسي بالتلاعب قليلاً بالشعار لأسأل: ماذا يريد لبنان؟ لبنان يريد مواطنين في وطن وليس أفراداً يتقاسمون مساحات. لبنان يريد أن يتوقف عن كونه ضيفاً على موائد أجندات العالم. لبنان يريد أن نحترم تاريخه لنستخلص منه العبر. لبنان يريد أن نحبه كفاية لننتمي إليه. لبنان يريد أن نقدم انتماءنا له على أي انتماء آخر. يعني نحن بنتغنى بلبنان دايماً ومنغني له ومنقول لبنان الأخضر ولبنان قطعة السماء، بفتكر بيستاهل منا أنه يكون فعلاً أولاً. لبنان يريد أن يصبح وطناً قابلاً للحياة، لأن انتظاره في خانة الأوطان قيد التنفيذ قد طال. يقال إن الأسطورة تخلق أمة، ولبنان بعد كل المخاضات التي مر بها بدأ يخلق أسطورته، ولأنها لم تكتمل بعد دعوني أستعير إيمان القدماء وإيمان ميخائيل نعيمي بطائر الفينيق وبالخيال الذي ابتدعه. حاول الفينيق اللبناني منذ 70 سنة أن يفرد جناحه في هذا الشرق من حيث ترتفع الشمس كل يوم لتحرق عتمة الليل. جرب أن ينشر نور المعرفة والحداثة ليبدد عتمة الجهل والتخلف، وحاول التبشير بنور الحرية لكي تتكسر عليها عتمة القمع، وسمي بمنارة الشرق فكان واحة وسط صحراء قاحلة، واحة أزعجت الكثيرين. مع الأسف السماء التي حاول الطائر الأسطوري التحليق فيها خنقته وأنزلته تحت الرماد، وجيلاً بعد جيل خف الإيمان بقيامه من جديد. تمت محاصرة لبنان خوفاً من انتقال عدوى الحرية والديمقراطية، وتم تدمير طريقة عيش ومحاولة بناء هوية أكثر من مرة بحروب سميت حروب الآخرين على أرضنا، وتحول البلد ساحة صراعات استنزفت كبيره وصغيره على كل المستويات، واختلفنا حول أي لبنان نريد، وانقسمنا أكثر من مرة. محاولات بناء الوطن تدرجت بالدم واصطدمت بعائق عدم الانتماء والمصالح الضيقة داخلياً وبعدم السماح لأي ثورة بالاكتمال خارجياً. لكن لأنه ما بيصح إلا الصحيح، بالإذن منك دكتور جعجع إذا بتسمح لي، مهما طال الشتاء ومهما كان قاسياً يأتي بعده الربيع، هكذا يقول التاريخ وهكذا تقول الجغرافيا. وعندما تصل العتمة إلى أقصى مداها ويصل الليل إلى أحلك نقاطه، حينها فقط يبدأ الفجر بالبزوغ. ولأن أنظمة القمع في المنطقة العربية أوصلت شعوبها إلى أكثر النقاط يأساً، كان لابد لأشعة الأمل أن تنطلق من أرض ابن رشد فيلسوف العقل والعقلانية، وتعم بإذن الله كل زاوية وزنجة في المنطقة.
هذا الفجر العربي الجديد ولد فرصة تاريخية خارجية تسهل على اللبنانيين تحقيق أحلامهم عبر إزالة السلاسل والقيود التي كانت تقيد تجربتهم الفريدة. ولأن الظروف الموضوعية أصبحت مؤاتية، فإن المسؤولية الداخلية أصبحت أكبر بما لا يقاس. لم يعد هناك من مبرر لبقاء لبنان وطناً قيد التأسيس أو وطناً مع وقف التنفيذ. من سيقوم بالمهمة؟ الشباب والصبايا طبعاً، صبايا قبل الشباب، مع أنه ما بعرف ليه دايماً قدر المرأة عادةً بتكون بالصفوف الأمامية للثورات وبعدين بدها تضطر تعمل ثورة لحتى تحارب من أول وجديد وتحصل حقوقها. جيل الشباب الذي اتهم بالسطحية أثبت أنه جيل التغيير، جيل يمكنه أن يصنع ثورة وأن يصنع القرار إذا أراد، جيل يمكنه ويجب عليه أن يحافظ على إنجازاته، جيل عليه أن يمارس حقه في المراقبة والمحاسبة بما يرضي طموحاته وأحلامه، جيل يتعالى عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية ليرتقي بلبنان إلى حيث يجب أن يكون، منارة التنوع والمعرفة، جيل ثورة الحرية، جيل الربيع الدائم. إذن فلينفض الفينيق اللبناني عنه رماد الإحباط والانقسام، ويشق الهواء بجناحيه مسرعاً يلاقي الشمس التي ترتفع هذه اللحظات في المشرق العربي. شكراً.